يا الفرق بين التعامل مع الحصان لما يخاف من شيء معين بالطريقه دي وانك توديه له عن طريق دقه اليد، قاعد تعامل متحكم توازنه، اللي هو لما يخاف من شيء معين يحاول يهرب جسمه، فانت توضح لك متحكم بتوازن جسمه عن طريق التحكم باتجاه رقبته، فيثق فيك وتحرك بالشيء للشيء وعلمته ان الشيء مو مؤذي، فالشيء مع ذاك تعاملي معك اثناء الخوف، مع ذاك تخاف ليش؟ وحتى لو خفت انت بخارج عن التحكم اللي متحكم توازنك. طرق ركوب الأخرى لما تستعمل العصا أو المهماز لمنعه من الرضا، قاعد تقنعه إنه يروح لشيء مخيف بالدك الزايد أو الضرب، العصا أو طرف المكوج أو المهماز إلى آخره، أنت قاعد تخوفه مقابل الخوف، بمعنى أنك قاعد توريه إن الشيء اللي خايف منه قاعد تخوفه من الجهة المعاكسة بشكل أقوى، أنت خايف من شيء ما عندك، هنا أنت خايف من شيء يؤذيك، المهماز، العصا، طرف المكوج إلى آخره. تحرك للشيء اللي انت خايف منه ما اذاك احسن لك من الشيء اللي قاعد يؤذيك انا قاعد استعمله كراكب. فالحصان مع في البدايه ممكن اذا كان مو مره خايف من شيء يتجرأ فيرضي المهماز او العصا او الطرف الموجود على حساب الشيء اللي خايف منه، ولكن مع الوقت الشيء مره زاد خوفه، اما ان الشيء اللي مخوفه يخليه يغلب الشيء اللي انت قاعد تستعمله، مع الوقت يعرف انه قوي يتحمل الشيء اللي انت قاعد تسويه، فعلمت الحصان مدى قوته يغلبك. او اذا كان الشيء اللي انت مستعمله مره مؤذي او قوي زي المهماز بطريقه امريكيه وغيره ونفس الوقت خايف، فتوازى الخوفين، خلينا نقول صارت متساوي، خوف يمين يسار، خوف يمين من الم حقك وخوف يسار نفسي من شيء معين ينطلق قدام يحاول يطيحك الى اخره، لن تتحكم فيه. بينما التوازن انت متحكم توازن، ممكن يقال طب انت قاعد تخوفه بانك قاعد تتحكم توازن، صحيح، بس التحكم بالتوازن خوف ذهني او عصبي لانه لن يستطيع الخروج منه، ويخاف انك لما تتحكم توازنه ما يستطيع، انت تبغى تفتح صح تتحكم توازنك وصرت تفتح تفتح محلك توازن محلك، فانت تحكمت بطبيعته او غريزته، هو خوف لكن ذهنك مخ قاعد تشغل مخك عشان تعلم انك لن تستطيع استعمال جسمك اثناء الخوف والجفله، فما لك الا تثق فيني. فكلاهما في خوف، لكن هنا خوف مصدر تحكمك بتوازنه، فمهما زاد خوفه يزيد تحكمك فيه، عكس هناك خوف مصدر الالم، مهما استعملت القوه مع الوقت يعرف انه اقوى منك يبدا يقاوم، او لو ما قاوم او لو ما استمر يقاوم الشيء تستعمله وزاد خوفه من الشيء اللي خايف منه انطلق قدام او نص حاسس انك تلاحظ على طول الركوب اللي تحاول تتصنع مراغم الخوف غير بالادوات، حتى لو مراغم حتى لو ما انطلق قمص، هذا ما سواه كله مع بعض اثناء الخوف والجفن يروح يقمص ينطلق مع راكب يتشعبط بس ارجع راح بسبب الخوف رجع للمكان وحاول يزن الحصان عنده، ثم بعد شيء قام يهدم جنب الشيء ما خاف بس عقب ما في اللحظه اللي اختلف معك فيها سوى اللي يبغاه، عشان كذا لو تركب عسيف اول مره يهدب حاسك، اول مره تخب حاسك، وقت الاختلاف ينعدم تحكمك، لما يروح الاختلاف يرجع تحكمك، الطريقه دي مبنيه على التحكم وقت الاختلاف، وقت الاختلاف ما يقل التحكم يزيد.